قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجراً بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع سيادته على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كان ضروري ان انا يعني اجي بعد شهر تقريبا عشان اهنيكم على انضمامكم لكليه الشرطه، وهنا في وزاره الداخليه وفي قوات الشرطه بتقوم بمهمه مقدسه هي حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية، وبذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين اللي فاتت، وعشان كده وجودكم ليه معنى كبير قوي. معنى أن أنتم يعني بتشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين. فبهنيكوا على الانضمام وبهنيكوا على النجاح في الجزء من المرحلة الأولى، وإن شاء الله دايما موفقين. وطبعا أنا عارف النهاردة أن في زيارة للأسر لكم، فبلغوا تحياتي لأسركم واشكروهم بالنيابة عني وبالنيابة عن كل المصريين إن هم أعدوكم بشكل جيد، وكمان ما بخلوش أبداً على إن هم يقدموكم لمصر تكونوا ذخر لها وحماية لها وأمن لها. فأرجو إن كنتوا تبلغوهم تحياتي وتقديري لكم ولهم، وخلي بالكم من نفسكم عشان ظروف الجائحة. يعني مرة تانية بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبشكركم وبتمنى لكم كل توفيق، وربنا يا رب يحفظكم ويحميكم انتم وكل مصر من كل شر وسوء. كل سنة وانتم طيبين. متشكرين، شكرا جزيلا. واطلع سيادته على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلبة للطابور الصباحي.
انت فين؟ كما تفقد سيادته القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي. ربنا يخليك لنا يا ريس. احنا عايشين بدعواتكم. والله احنا عايشين بدعواتكم. وانا بتشرف بك. استغفر الله. اقسم بالله يا مصر بيك. تحيا مصر بيك. بيك انت اللي رفعت راسنا للسماء يا ريس. لا ده انت يا ريس، ربنا يحميك يا ريس، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا ريس، ربنا يخليك لينا يا ريس. انا النهارده يوم جميل، الله يخليك، ده يوم جميل قوي، ده احلى يوم في تاريخ حياتي. والله العظيم، والله كان نفسي اشوفك. وانا يشرفني يا رب يخليك لينا، يا رب يخليك، والله كان نفسي اشوفك. واما الاقي حد يقابلك اقول اشمعنى انا، يا رب اكتبك وربنا كتبها لي. والله لو تسمحي لي ان انا يعني ابوس دماغك يا حبيبي. ده انا ابوس ايدك وابوس صوتك. الله 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 حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك. ايه ده انا عمري طال فيك. ربنا يبارك فيك. انا ربنا كتب لي ان اشوفك. ربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبي يا حبيبي. يا ربنا يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. خليك لينا يا رب. يسعدك. الله يخليك لينا. الله يخليك لينا. انت عزيز مصر. انت عزيز مصر. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش مش قادر اخش يعني. سامحوني يعني. مش قادر اسلم عليكم والله كلكم. كنت اتمنى والله. والله كنت اتمنى ان انا اسلم عليكم كلكم. اهلي وناسي. انتوا اهلي وناسي. لما عرفت ان الكلية عاملة استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر، فقلت فرصة ان انا اجي اسلم عليكم واشكركم بنفسي باسمي وباسم كل المصريين. متشكرين متشكرين. كتر خيرك. متشكر متشكر. فمش عايز اخد منكم الفرصة دي واللحظة ديت عشان يعني تستمتعوا مع ابنائكم وبناتكم اللي موجودين. كل عام وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله يعني الزياره تنتهي بسلام وانتم كمان ترجعوا لبيتكم بسلام. كل سنه وانتم طيبين. متشكرين.